ما كان في ماضي الزمان محرما وفي الناس في هذا الزمان مباحا. ساغوا نعوض فضائلهم لعيوبهم، قد عسر التمييز والاصلاح، فالفتح فن والخداع سياسه، والورع ظرف، والفساد تمدد، والكذب لطف، والرياء اصلاح. نسال الله صلاح الحال، نسال الله عز وجل ان يصلح حالنا ويغير حالنا الى احسن حال، لاننا في حاجه الى فروا الى الله، ففروا الى الله. نسعى دائما ان نستمع للقلوب، لان ما خرج من القلب خاطر القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان. نسعى جاهلا ان نتعلم، نسعى الى العلم. فمعنا اليوم شيخنا الفاضل لذا نتحدث عن صله ارحامنا طلب الكفر. تكمله ما سمعش حصان، ما سمعش استكمل ان شاء الله الحديث، لكن نستعين بالله من شيطان الرجيم، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمه للعالمين. الصلاه عليه نجاه، والصلاة عليه فرحة، والصلاة عليه تطيب القلوب، وبالصلاة عليه من شر اللسان، وبالصلاة عليه تتفتح الآذان بذكره وذكر الرحمن، بالصلاة عليه ننور العقول وننور القلوب، وبه لنور الأبصار، وبها تنور البصيرة والبصر. فصلوا عليه وسلموا تسليما. مش عارف ليه أنا عايز أروح لسيدنا النبي، بس إحنا هنروح له برضه في الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بارا بوالديه، وكان بارا بمن وضعته في صدرها وخبأت عليه بحنانها وعطفها، هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. إنما قال له حبة قلبه ونور فؤاده سيدنا عائشة رضي الله عنها، لما أكثر من ذكرها، أكثر من ذكرها، فقال: ما هي إلا عجوز قد أبدلك الله بخير منها. فقال: والله ما أبدلني الله بخير منها قط، إنها ماذا فعلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول من واسك، وأول من أنفقت، وأول من أحضرت، وأول من رعت، وأول من قاوت وساندت هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. ماذا كان يفعل بصلة رحمها؟ إذا جاء أناس كانوا يأتون أيام خديجة يفرض لهم البساط ويهيئ لهم الأمر والطعام. لما؟ قال: كانوا يأتوننا أيام خديجة. مين معنى ده؟ نروح لسيدنا عبد الله بن عمر عشان نربط الاثنين ببعض. نروح لسيدنا عبد الله بن عمر عندما رأى رجل
فنزل من على ناقته ووضع الرجل، ثم خلع عباءته ووضعها عمامته ووضعها على الرجل. فتعجب الصحابة، لما تفعل ذلك يا ابن عمر؟ ألا يكفي أن خلعت عمامتك وأعطاها إياه؟ قال: هذا الرجل كان يأتينا أيام عمر، كان صاحب عمر، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. أبر البر لأبوك أن تبر صاحبه، صديق عمره. فالرجل ده كان صاحب وصديق عمر، وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر أن يبر الرجل أهل إيه؟ أهل ود إيه؟ أبيه، أهل ود أمه. يبقى ده بيقوي صلة الرحم بأبوك، بيقوي صلة الرحم بأمك. فماذا قالت الرحم عندما علقت بعرش الرحمن سبحانه وتعالى وسألتهم؟ فقال: ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ صلة الرحم، أن أختصر في كلامه، صلة الرحم أنذرت بقول ربنا تبارك وتعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ إيه اللي جاب الفساد لقطيعة الرحم؟ يبقى من أبرز الإفساد في الأرض قطيعة أن تفسدوا في الأرض وأن تقطعوا أرحامكم. جزاؤهم أولئك الذين لعنهم الله. فعمل إيه؟ أبصر. يعني جزاء قطيعة الرحم ليس قطع الصلة بينك وبين ربك فقط، لا والله، صلى على سيدنا النبي، لا تنشغل فتنشغل كل رحم الله. يبقى جزاء قطع الرحم عرف بأنها جزء من الإفساد في الأرض، ثم عوقب صاحبها باللعنة وإيه؟ وإعماء البصر والبصيرة، فلعنهم وأعمى أبصارهم، المراد بالعين، المراد بالبصر هنا العين؟ لا، المراد هنا عمل بصيرة وليس عمل بصر. صلة الرحم يعجل لها الرزق في الدنيا ويعجل لها العقاب في الدنيا. ما من أمر يعجل له العقوبة في الدنيا إلا من قطع رحمه. اللي قطع رحمه ده تعجل له العقوبة في الدنيا، ما يستناش للآخرة. يقول أول أول ولسانك، الولد اللي قاطع أبوه وأمه مهما أوتي من المال ومهما أوتي من الجاه ومهما أوتي من الأمر، لكن اعمل يا ابن آدم ما شئت كما تدين تدان. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم. اتق الله يلتقى فيك الله. زي ما هتعمل هيتعمل. والقصص هناك كثير، القصص في هذا الأمر كثير، ومنها قصة أصحاب الكهف الذي أغلق عليهم الغار، كهف أغلق عليهم، فما فتح إلا بعد أن قص كل منهم أمره، ومنهم الولد الذي قام على أبويه حتى استيقظ فسقاهما. فإذا كان هذا الأمر لك يا رب خالصا ففرج عنا، فرج عنهم.